بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. معالي الأستاذ صاحب المعالي والفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري رئيس المؤتمر، أصحاب المعالي الوزراء، السادة المفتون، أصحاب المعالي والسيادة والفضيلة العلماء والمشايخ والدعاة، السادة الباحثين ورجال الفكر والإعلام، السادة والسيدات الكرام، كل باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني في مستهل كلمتي نيابة عن صاحب المعالي فضيلة الدكتور الداه الأعمر طالب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أن أنقل لكم التحيات الحارة والصادقة من إخوانكم في بلاد المنارة والرباط والمحضرة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني إلى أهلنا أهل جمهورية مصر العربية، أرض الكنانة، مهبط الوحي والرسالات، أرض العلم والعلماء والقادة والمفكرين والشعراء والأدباء، قلب الأمة العربية النابض. واسمحوا لي معالي الوزير أن أهنئكم وطاقم الوزارة على ما حققتموه لمصر من تقدم وازدهار، وأن أهنئكم مرة أخرى على ما تحققه مصر الحضارة من تقدم وازدهار في مختلف المجالات اجتماعيا وسياسيا ودينيا واقتصاديا، إنها إنجازات مشهودة. ونهنئكم على رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتميزة لهذا المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، منوهين بجهود فخامته وفخامة الرئيس محمد الشيخ القزواني وتنسيقهما الدائم والحثيث لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين مصر وموريتانيا، والذي تتعزز العلاقة بينهما يوماً بعد يوم خدمة لمصلحة الشعبين. وعلى ما دأب عليه من إعلاء لصوت الأمة العربية الإسلامية ونقل لآمالها وطموحاتها المشروعة في مختلف المحافل القارية والدولية، واستعدادهما الدائم وجاهزيتهما للدفاع عن بيضة الإسلام وكيان المسلمين وشؤونهم بالتنسيق مع إخوتهم من الملوك والأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. ولا شك معالي الوزير أن مبادرتكم بتنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى حول موضوع بالغ الأهمية بالنسبة للمسلمين تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة يمثل خير دليل على تفانيكم في طرح انشقالات وهموم الأمة الإسلامية، لا سيما بالنظر للتهديدات المتزايدة التي تشكلها آفة الإرهاب والتطرف على العالم، والتي لا يمكننا ولا ينبغي لعاقل أن يربطها بدين معين، خصوصاً ديننا الإسلامي الحنيف الذي هو دين التسامح والمحبة والسلام. السادة الوزراء، أيها السادة والسيدات، الضيوف الكرام، بالفعل لقد أضحت شعوبنا منذ سنوات أكثر تأثراً من أي منطقة أخرى في العالم بهذه الآفة في ظل امتداد واتساع رقعتها الجغرافية إلى جهات كنا نعتبرها في مأمن من شر الإرهاب، بفضل على أنه أصبح الخطر الأبرز على أمن واستقرار دولنا، فإنه يعمل على تقويض جهودها وآمالها في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية. ولقد أكدت الدراسات أن الوسيلة الأساسية التي
عمل من خلالها أصحاب الظاهرة البغيضة في نشر أفكارهم الهدامة هي استخدام التكنولوجيا وبالذات الفضاء الإلكتروني وما أتاحه من سهولة وسرعة في التواصل وبالعراقي. ومن هذا المنطلق فقد أحسن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة في اختيار مواضيع المؤتمر، وبالنظر للأهمية والفوائد العديدة للفضاء الرقمي من جهة وما عليه من مآخذ من جهة أخرى كاستخدام الجهات المنحرفة فكرياً لهذا الفضاء في التضليل والتغرير ببعض الشباب، كما أن ديننا القويم، كما أن هناك جهات من داخل الأمة وخارجها تعمل بخبث هي الأخرى من خلال هذا الفضاء على تحريف ثوابت ديننا القويم ونشر الأفكار المنافية لقيمنا وأخلاقنا الأصلية مثل الإلحاد والمثلية وغير ذلك، سعياً إلى مسخ شبابنا وتركه بلا هوية ليسهل اختراق بلداننا لا وفقهم الله في مسعاهم. وما تنبهتم له فلكم أجر السابقين وجزاكم الله خيراً بأحسن الجزاء. أيها السادة أيها السيدات، إنكم تدركون أن للفضاء الإلكتروني الكثير من الإيجابيات، ولعل منها أنه يساهم في نشر الدعوة إلى الله ونشر الفتوى الصحيحة الصادرة عن المجامع الإسلامية المعتمدة، كما أنه يساعد في عملية التواصل الاجتماعي وما يجعل العلاقات الاجتماعية أكثر قوة، والعالم اليوم كقرية أو عائلة واحدة، وإنه وسيلة هامة كذلك من وسائل الوعي الثقافي بكافة أنواعه سواء في مجال التعليم والتعلم والتواصل مع الباحثين والمدرسين وتطوير البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والتعرف على التجارب والثقافات والحضارات الأخرى في وقت قصير وبأقل تكلفة، ويوفر كذلك وبسرعة غير مسبوقة التعرف على الأخبار الهامة فور حدوثها والتفاعل معها. ولكن له أيضاً بعض السلبيات الكثيرة، ومنها احتواء هذا الفضاء على كم هائل من البيانات المخزنة يجعله سلاحاً قوياً في أيدي المجرمين، كما أنه يشجع الاحتيال والسرقة من خلال دخول اللصوص والقراصنة إلى الحسابات الشخصية وكذلك إلى أنظمة المؤسسات الكبرى الخاصة والعامة والاستيلاء على قاعدة البيانات الخاصة بها. لقد أصبح الفضاء الإلكتروني ملاذاً لمنحرف العقيدة وأصحاب الفكر المتطرف لنفذ شمومهم، بل إن بعض الجهات الأجنبية تستخدمه لتغيير الثقافات والثوابت والمعتقدات الدينية لدى الأمة وتزوير الحقائق التاريخية والجغرافية بشكل ممنهج، مع العمل من خلال هذا الفضاء على مسخ هوية شبابنا. إن كذلك من سلبيات هذا الفضاء إهدار الوقت في تصفح مواقع لا تفيد الشخص شيئاً ولا تزيده ثقافة ولا علماً، بل إنها تعمل على تدمير الصحة والقيم والأخلاق. أيها السادة أيتها السيدات، يجب الاعتراف بأن الفضاء الإلكتروني بات ضرورة يفرضها عصر السرعة، نظراً لما يوفر من جهد ووقت ووسائل لتحقيق الكثير من الغايات وبأقل تكلفة ممكنة، وما يحتم التعامل معه والاستفادة منه. ولعل المؤسسات الدينية الرسمية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالإفادة والاستفادة من المزايا الجمة التي يوفرها هذا الفضاء بتبسيط وتسويق رسالتها العظيمة المتمثلة في تعهد الفهم الصحيح للدين القويم والقيام على رعايته وصونه والوقوف بالمرصاد لدعاة القلو والتطرف والإرهاب والفئوي والتعصب وغيرها من الاستخدامات السيئة لهذا الفضاء. ولذلك فإن دور المؤسسات الدينية الرسمية يجب أن يكون متمثلاً في الحرص على أخذ بكافة إيجابيات هذا الفضاء فيما يخدم الدين الإسلامي الحنيف، مع العمل على الحد من الآثار الضارة المتمثلة في عدم ضبط المحتوى الشرعي المقدم وإخضاعه للرقابة العلمية والأخلاقية اللازمة لكي لا يخرج عن الجادة ويجانب الصواب. مرة أخرى
أشكركم معالي الوزير وأشكر جمهورية مصر العربية أرض الكنانة والحضارة والفكر على كرم الضيافة وحسن الوفادة، وهي أمور ليست غريبة على مجتمع مصر العظيم. مرة أخرى نعول كثيرا على مخرجات هذا المؤتمر، واثقين كل الثقة بأن هؤلاء العلماء الأجلاء والمفكرين والنخب وقادة الرأي في عالمنا العربي والإسلامي قادرين كل القدرة على وضع مسار صحيح للفضاء الإلكتروني، وقادرين كل القدرة كذلك على خلق مجال وتوفير محتوى يحمي الأمة العربية والإسلامية، يحمي ديننا العتيق، ديننا الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هاديا وداعيا الحق. إنه الإسلام دين الوسطية، دين العدالة والتسامح. إنه الإسلام الذي نفتخر به اليوم، والذي يؤكد يوما بعد يوم بأنه رسالة الله الخالدة القادرة على البقاء على هذه الأرض. إنه يصلح لكل زمان ولكل مكان. إنه صالح لكل فضاء، سواء كان تقنيا، معلوماتيا، متطورا، عصريا، قديما أو جديدا. إنه الزمان والمكان مهما كان، فإنه سيظل الإسلام وتظل الشريعة القراءة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قادرة على الرد، قادرة على توفير كل الحلول وطرح كل الإشكاليات. إن علماءنا الأجلاء بأفكارهم ومؤلفاتهم وتضحياتهم الجسيمة قادرين على الرد على الغلاة وعلى دعاة التكفير والرد وإحقاق الحق. مرة أخرى أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.